الدنيا غالية كله غالي بعشرة وبثمانية ومفيش حد بياخد ورق بفلاش الجنيه محدش بياخد انت مش عايزة تتكلم الان محدش بياخد مفيش ناس مفيش بيع ولا شراء لازمهم جابوا ناس ثلاثة عمرات انا بقى ما تكترش عليها شوف انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل بس حسبي الله ونعم الوكيل لا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كانت احسن الناس بتمشي لما يلقوا ان السعر غالي بيمشي ما بيقولوا احنا هنعمل ولا مش بيرضى ياخد وفوتها هز من امبارح الباميه بقى لي يومين شغاله فيها مش طالعه من الغلو والكلام ده السعر اختلفت قبل رمضان من قبل رمضان بقى لها شهرين ثلاثه وهي مختلفه ولا سعر غاليه ما حدش واخد الناس خلاص ضعيفة ما فيش فلوس الناس بتصرخ الناس هيعملوا ايه اللي بياخد ما هي مش مكفيه بيقول لك ادفع ايجار ولا ادفع شقه ولا اجيب اكل ولا اعمل مش عارفين ما فيش استنى يا عم الحاج ها يا ستي يا ستي نفس البلد تصلح حالها نفس البلد تصلح حالها ويرجع الرئيس مرسي والله العظيم الرئيس مرسي كان مشينا كويس كان مشينا كويس اليومين اللي عاشهم اليومين اللي عاشهم كنا مرتاحين وعايشين وبناكل وبنشرب عمل هو ما وعوش عشان يعمل اما ما وعوش ما ادولوش فرصه ما ادولوش فرصه اصلا لو ادوله فرصه كانت بتصلح حالها.